سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير كالعاده. ما كنتش نحضر فيديو في نص ديسيدي نديرها. حنعمل مكرونه، نقول احنا ريزيلات صغيره هذيك على فيون داشي. راني نوجد في لاصوص بولونيز بالحمر خير. عملت رابيط كباب صالي متوسطه وثلاثه سنات ثوم، حطيتهم يتقلاو. من بعد حطيت لهم الحمر كيف تحبي، قطري شويه كيف تحبي. ودرك حنحط لهم التوابل، راح يكون فيديو قصير بيان سور، ان شاء الله تستفادوا منه. حطيت الفلفل الاسود والملح، ودرك حنحط راس الحانوت. تمام، نخليو هذاك اللحم يتقلى. ودنا كوتي راني قاعده نوجد نغلي في الماء المكرونه. هاني دوكي حطيت المكرونه شويه برد، دوكي زيد يرجع يغلي. حطيت فيه الزيت والملح، راه تقلى مزيان. نحط له طماطم كونسير، حطيت زوز ملاعق كبار، نزيدو لها شويه ماء ونخليوها تتقلى تري بيان حتى نزيد الماء. انا ندري في الكاوكاو بلوتو بلي نصنع فيه برد باه ندير الكاستيل. وعد البنات ان شاء الله هليمات الجايين نعمل لكم لغاسيل تاع الكاستيل، يجي مليح ياسر. هذه المكرونه طابت وحطيتها تسقطر، شوفوا ما اجملها. ولا صوص طوماط راني غير نسمعها تنشف شويه، ومن بعد نشوفها في صحن التقديم. نعم الكاستيل قاعد نوجد فيه البنات، لاصوص طابت وسربيت ان شاء الله تنال اعجابكم. وضغط لاصوص فريمون تحب الملاحه، هذه تجي في الغراتان في اللازانيا في الروز، تجي مع كلش ملاحه ياسر، وتجي معها ورقه راند. ان شاء الله يا البنات تاكلوا بالصحه. وكان عجبكم هذا الفيديو تاع الزروبي ديروا لي جيم، وما تنساوش تعملوا ابوني اذا كانكم مازلتوا مشكم مشتركين، وبارطاجيوه مع صحاباتكم. اوكي البنات، هيا باي باي، نتلاقاو في فيديو جديد.